ما كيدوش 4 سنين وكتجي الانتفاضه باب الغرابه، يعني الناس فرحانه باستقلال. صحيح ان هذه الحركه الاحتجاجيه الموجوده حاليا والتي تتنامى هي حركه فئويه حول مطلب معين يخص كل فئه معينه، هذا الامر هو عنصر قوه وفي نفس الوقت هو عنصر ضعف. هل يمكن ان تتطور هذه الحركه الاحتجاجيه الفئويه الى ان يتم التشبيك بينها وان يتم التنسيق بينها؟ في الشروط الحاليه اعتقد ان الامر صعب وان كان هو مطلوب، ولكن هذا الامر هذا يمكن ان يحدث في السنوات المقبله بعد ان تتطور ادواتها التنظيميه وان تتطور تصوراتها وان يتم اغتناؤها بتجارب اخرى. طبعا المستقبل كل الاحتمالات مفتوحه، ولكن في الشروط الحاليه اعتقد اننا سنستمر لمده لا باس بها على المدى المتوسط في انتاج حركه ذات طابع فئوي لظروف مرتبطه بالتشكيله الاجتماعيه وكذلك مرتبطه كذلك حتى بالنسق السياسي الموجود حاليا. الامر لا يرتبط فقط بانه ما تطالب به الحركات الاحتجاجيه تقاطع كثيرا مع ما ينادي به اليسار وما يطالب به اليسار، الامر هو اكثر من ذلك، وان العديد من الحركات الاحتجاجيه في تاريخ المغرب هي خرجت من رحم اليسار. اليسار باعتباره يتبنى اطروحات تميل الى ما هو اجتماعي يظل هو المؤهل لكي يدافع عن هذه الحركات لكي يحتضنها ولما لا ان يقودها. المشكل الموجود حاليا هو ان الدوله اضعفت الاحزاب كثيرا بينها كذلك حتى احزاب اليسار، واستطاعت في ان تخلق دعايه مضاده للعمل الحزبي. اغلب الان المغاربه لا يميزون بين الاحزاب ويعتبرون ان كل الاحزاب تشبه بعضها البعض. اعتقد ان على احزاب اليسار ان تقوم بمجهودات مضاعفه على مستوى التواصل مع المواطنات ومع المواطنين وان تجهز سياسات اكثر قربا، واعتقد ان اذا نجحت في هذا الخيار يمكن ان تكون المعبر الامين عن تطلعات الحركات الاحتجاجيه.